آدم، كيف هو الوضع في مطار عدن الآن؟ الآن بدأت الأوضاع تهدأ واحتشاد القوات يخف رويدا. الطرقات المؤدية إلى خرمكسر من جهة الخط البحري فتحت، بينما في الجهة المقابلة خط العريش ما زالت هناك القوات محتشدة. ومصدر في السلطة المحلية يعرب عن التوصل لاتفاق بعد اجتماعات برئاسة محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية وبتكليف من رئاسة الجمهورية. المصدر قال أن القوات ستنسحب بشكل كامل في الساعات القادمة، وأن الطرقات ستعود والحياة الطبيعية يجب أن تعود إلى عدن بعد يومين من التوترات التي أقلقت السكان وصنعت بلبلة شديدة بسبب تباينات القوات وانقسام مكونات عسكرية هي في الأصل تابعة للدولة، لكن إرباكات انتمائها إلى مختلف القوى ومختلف القوى المتصارعة في العاصمة المؤقتة. نعم آدم، هذا الانفراج الأول الذي تتحدث عنه، هل له علاقة باجتماع رئيس هادي بقيادات في عدن والأوامر والتوجيهات الذي خرج به هذا الاجتماع؟ من الواضح أن الاجتماعات منذ الساعات الأولى من اليوم وهي تتم، والتواصلات والكثير من المباحثات والوساطات ما بين الأطراف المختلفة. أعتقد اجتماع الرئاسة جمع هذه المكونات، والتوصل الحل الذي توصلوا إليه أن أمن عدن هو المعني بحماية المطار، وأن المدينة يجب أن تتواجد فيها قوات الأمن العام، بينما القوات الأمنية القوات العسكرية الأخرى وبمختلف مسمياتها تعود إلى سكناتها. وفي الأصل القوات العسكرية قوات الجيش تحضر في المدن في الحالات الطارئة، بينما في الأوضاع العادية والمستقرة مهام حماية الشوارع والمدينة والمرافق العامة هي للأمن العام. والأمن العام حاليا في الصباح تواجدت قوات الأمن العام للفصل ما بين القوات المتصارعة، لكن بعد الاجتماع الأخير أقر تسليم أمن عدن تسليم المطار وحمايته الأمنية لأمن عدن، لكن تنفيذ هذا القرار وتنفيذ مخرجات الاجتماعات التي تمت ستتضح في الساعات القادمة. نعم آدم، ماذا بالنسبة للحركة الملاحية في المطار والرحلات؟ هل كما تقول بعض التصريحات الحكومية أنها مستمرة وبوضعها الطبيعي؟ هي فعلا توقف المطار في مساء البارحة نتيجة اشتداد الأوضاع والاشتباكات، لكن ظهر اليوم شوهدت طائرات تهبط إلى مطار عدن مع استقرار الأوضاع. أعتقد أن توقف المطار هو يأتي في ساعات التوتر الشديد، لكن مع توقف الاشتباكات يعود المطار إلى وضعه الطبيعي. نعم. لضرورة استمرار جدول الرحلات المقرر في مطار عدن الدولي.